أهلا بكم من جديد. إذن بسمة تأتي من عمق الظلام وفن يعبر حدود البصر ليصل إلى عالم آخر من المفاهيم والإحساس، حين يتجسد الإبداع والتفرد من خلال إقامة أسبوع سينما المكفوفين في المسرح الوطني اللبناني في خطوة هي الأولى من نوعها في مدينة طرابلس اللبنانية. وطور القائمون على هذا المشروع الجريء فكرة تقديم السينما بشكل مختلف يشمل جميع الجوانب الفنية والإنسانية، فيتيح هذا الأسبوع الاستمتاع بتجربة سينمائية فريدة للمكفوفين وضعاف البصر، حيث يعمل الصوت والموسيقى على تقديم الحكايات والأحداث بطريقة تمكنهم من الانغماس في عوالم مختلفة بشكل كامل. وتأتي هذه الخطوة أيضا لتسلط الضوء على قدرات المكفوفين وضعاف البصر في استيعاب واستمتاع الفن السينمائي، ولتذكير المجتمع بأهمية إعطاء الفرصة لكل فرد للاستمتاع بالفعاليات الثقافية والفنية. هذا الحدث سيقام بتنظيم من جمعية تيرو الفنون ومسرح اسطنبولي وبالمجان، والهدف هو تعميم هذه المبادرة على مختلف المناطق اللبنانية لاحقا. وتحت شعار السينما للجميع تعرض أفلام قصيرة بالوصف الصوتي والتي تتيح للمكفوفين وضعاف البصر حضور الأفلام. هي مجموعة من الأعمال الفنية العربية والأجنبية وأخرى روائية مناسبة لكل الفئات العمرية. كما يشكل الحدث الفني فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم، كي يكون الفن حق للجميع، حيث يقام الكثير من الورش التدريبية الفنية للأطفال والشباب. عمر من المكفوفين الذين يخوضون تجربتهم الأولى عمليا في حضور الأفلام السينمائية التي تعتمد تقنيات الوصف الصوتي بعدما اطلع عليها نظريا، ويعتبر مشاركته إلى جانب عدد من المكفوفين وذوي الحاجات الخاصة من مختلف الأعمار في أسبوع سينما المكفوفين في طرابلس شمالي لبنان إنجازا غير مسبوق في المدينة. اللي بتعطيه للمكفوف هيدي التجربة شغلة أساسية، اللي هي كل شيء خاصه بالإيماء أو كل شيء خاصه بالسينما، اللي خاصه بالحركات اللي ما فيها حوار. هلأ نحن بالحوار ما في مشكلة، لما يكون اثنين عم يتخاطبوا مع بعضهم نحن فهمانين إنه هيدا عم يرد لهيدا، بس أوكي كمان فهمانين الحوار، ما فهمين تعبير الوجه. نحن منعيش من خلال هول الأوصاف الصوتية اللي بتكون أخف من الحوار بطريقة كتير ناعمة وسلسة، بسمع الكفيف ليعرف كل الأجواء الموجودة به بالفيلم أو بالمسرح أو بالسينما شو ما كان الأوديو أو الفيلم المعروض. وفق شعار السينما للجميع، يستضيف المسرح الوطني اللبناني المجاني في مدينة طرابلس هذه المبادرة التي من شأنها مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على مشاهدة أفلام السينما باستمرار. هيدي الفئة من الناس محرومين نوعا ما من أنه هن يقدروا يمارسوا الحقوق اللي نحن كلنا منمارسها، فمجرد أنه نحن عملنا هيدي المبادرة ممكن هيدا الشيء يعزز من ثقتهم بنفسهم، ممكن يساعد أنه نكون مجتمع متوازي، يساعد أنه نكون نقدر نحن نكون كلنا مثل بعض على اختلافاتنا ونقدر نتقبل الآخر. إن شاء الله نحن حنقدر أنه نكفي على طول، ومش بس بطرابلس بسور وبطرابلس وببيروت وبكل المناطق، نقدر أنه ننقل هذا النوع من السينما لكل المناطق اللبنانية ليكون فعلا السينما حق للجميع. ردود فعل الجمهور من المكفوفين عبرت عن تجاوب وسعادة وامتنان في الحصول على فرصة التساوي في الاستمتاع بعروض الأفلام عبر استخدام وسائل الوصف الصوتي. هذه تعتبر خطوة لتوعية المكفوفين أنه بيقدروا هن يتابعوا أفلام ومسلسلات مثله مثل غيرهم من المبصرين بدون ما حدا يضطر يدلوا قاعد معهم يوصف المشاهد. عرفت كيف؟ شعور حلو أنه الواحد يتفرج على الأفلام تكون مناسبة لإله. صراحة كان شيء كتير كتير حلو جد، وبتمنى يتوسعوا أكتر بالوصف الصوتي للمكفوفين، لأنه مثل ما كل الناس إلى حق تحضر الأفلام نحن كمان بحقنا نحضر هيك إشياء. أسبوع سينما المكفوفين يتضمن أيضا ورشات تدريبية مسرحية للمكفوفين وذوي الحاجات الخاصة. هذا الحدث يأتي تمهيداً لإطلاق نشاطات مهرجان طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام 2024، والذي يساهم في خلق مساحة مشتركة للسياحة الثقافية والاقتصادية في المدينة بحسب منظميه. ويليام عزام، الحرة، من طرابلس شمالي لبنان.
مبادرة رائعة حقيقة، يعني تبعناها الآن من لبنان، وينضم لنا الحديث عنها أكثر من مدينة صور اللبنانية مؤسس المسرح الوطني اللبناني الجهة المنظمة لأسبوع سينما المكفوفين قاسم إسطنبولي. صباح الخير عليك. أحكينا بداية عن الهدف الرئيسي وراء تنظيم هذا الحدث الفني الفريد من نوعه. صباح الخير لحضرتكم ولجميع المشاهدين. بالنسبة لهذه المبادرة اجت من المكفوفين، يعني هن اللي طلبوا انه نعمل اسبوع افلام ويكون بالوصف الصوتي. ونحن كنا بمهرجان اللبناني السينمائي الدولي اطلقنا شعار السينما للجميع. فبالنسبة لنا هيدي عم بيعزز الهدف الاساسي من انه ننظم افلام سينمائية بشكل اسبوعي او انه نكون عم نعمل مهرجانات سينما. وهذه التجربة بلش كمان بمدينة صور. نحن عم نشتغل على ورش تدريبية متخصصة لذوي القدرات الخاصة، إن كان بالمسرح ولا بالرسم ولا بالفنون المختلفة، إنهم يجوا يقضوا وقت بالمسرح، يشوفوا فنون مختلفة، يحضروا فن وكمان يمارسوا الفنون، لأنه قديش عندهم طاقات عظيمة هن بحاجة إنهم يعبروا عن أنفسهم ويشوفوا تطلعاتهم عبر الفن. فكانت التجربة بالنسبة لنا جديدة إنه نعمل أسبوع أفلام. الناس ما بالأول ما فهمت كيف الطريقة بدها تكون، وهي شبيهة إذا بدك بالمسلسلات الإذاعية اللي كانت قديما عبر الراديو، يكون في مسلسل إذاعي اللي هو بيعتمد على وصف الأحداث بشكل كامل. هيك بيقدر الكفيف لأي فيلم سينمائي كان إنه بيقدر ينعمل إنتاج إضافي لا يكون في نسخة تانية للوصف الصوتي، وهيك بيقدر الكفيف يشاهد الأفلام. فهيدي كمان دعوة لكن صناع السينما بالعالم أنه دائماً يكون في أخذ بين الاعتبار أنه نعمل وصف صوتي يعني بشكل نسخة تانية من الفيلم، وهيك بيقدر الكفيف أنه يشاهد الأفلام ويقدر يعيش مع الحدث وما يكون عبروا عليه أي شيء. نعم، يعني أستاذ قاسم ذكرت كيف يتم تهيئة الفيلم حتى يصبح مناسب لتجربة سينما المكفوفين لضعاف البصر والمكفوفين أيضا، يعني إلى على قد ما هاي التجربة أو قد هاي المبادرة جميلة، فعليا هي تخلق عند الناس تساؤل، ألا وهو كيفية تفاعل الجماهير مع المكفوفين اليوم في هذه التجربة الفنية المبتكرة. هلا الحلو إنه يعني حتى الجمهور اللي إجا حضر كان يعني من المكفوفين، وكمان الناس يعني كانوا موجودين مع بعض، هنا نوع من الدمج، واثنيناتهم بيقدر يحضر الفيلم، يعني ما بتأثر إذا كان هذا الفيلم يعني في وصف صوتي، بالعكس بيقدر الاثنين يشوفوا هذا الفيلم. وكان الجمالية إنه نحس معهم، يعني نسألهم قديش استمتعتوا، فكانوا عم يضحكوا بالمشاهد اللي بتحسسهم بالفكاهة أو المشاهد اللي بتخلي يعني قديش نحن نتعلم منهم ونشوف منهم قديش عندهم مخيلة عظيمة. سبحان الله، يعني الإنسان لما يفقد أي حاسة ربنا بيعطيه حواس أقوى وبيعطيه طاقات إبداعية عظيمة. هذا اللي لازم نفهمه كلنا، أنه نحن كبشر كل إنسان عنده طاقات، كل إنسان عنده حقوق، بيقدر أنه فعلا يغصن الفن قديش بيكون مكان لأنه نعبر، ومكان أنه فعلا نوصل لنوصل أحلامنا. فبعد العروض كنا عم نعمل ورشة تدريبية بالمسرح، شفنا قديش عندهم طاقات، يعني قديش كان المشارك اسمه عمر الشريف، فكان عم يمزح مع يعني الممثل بيقول له انا هيدي فات الحمامه، فقديش كان عندهم روح الفكاهه حتى انهم يعملوا سكتشات ومواقف كوميديه بتعبر، حتى يعني يعملوا كوميديا عن الكفيف نفسه. نعم. انه بحالات معينه بيقدر انه يحكي عن واقعه بشكل كوميدي، مثل ما نحن بنعمل يعني بعض النكت عن المعاناه اللي بنعيشها بشكل يومي. نعم، وهذا شيء مميز اكيد في هذا الاسبوع. احكينا اكثر عن تنظيم هذا الحدث، ما هي التحديات اللي ممكن يواجهها القائمون خلاله؟ بداية المشكلة إنه ما كتير في موجودة بالوصف الصوتي، يعني هذا الشيء العائق الأساسي، والخيارات بتكون مختلفة ما بين أفلام يعني أفلام التحريك اللي بتكون موجهة للأطفال أو الأفلام الوثائقية أو الأفلام الروائية. فيعني لنستقطب شريحة أكبر من المكفوفين نحن بحاجة لنشوف أفلام مختلفة ومنوعة وتكون موجودة بالوصف الصوتي، يعني هاي المشكلة الأساسية تواجه المكفوفين عادة إنه مش موجود أفلام كتير.
فنحن اللي عم نفكر فيه مستقبلا ليش انه ما بنشتغل على انه يكون في نشتغل على الافلام نفسها اللي بنقدر نحصل على الحقوق لها انه نحن نحولها للوصف الصوتي ونضيف بعض القصص اللي ممكن تساعد المكفوف انه يشوف الفيلم بشكل كامل. هاي يعني واحده من القصص اللي للمكفوف ممكن ينشغل عليها. الشيء الثاني انه كمان الوقت العرض المكفوفين ما اجوا على الوقت، وهي انه الناس انه نحن انه انت بتشوف الناس اللي بيشوفوا بيتاخروا، فهن كمان في صعوبه بالتنقل ليجوا على المسرح، وصعب يجيبوا كل شخص بشخص، وفي حالات مختلفه بحاجه احيانا لتنقل الكفيف بسياره مختلفه بحسب يعني ذوي القدرات الخاصه المتنوعين اللي اجوا على المسرح. فهيدي كمان شكل بالنسبة لألون يعني مشكلة إنه يجوا كلهم بنفس الوقت، ولكن نحن انتظرنا لإجوا الكل وقديش استمتعنا فعلا، أعطونا جو داخل السينما إنه فعلا هيك إنه تلاقي الناس مثل بعضها عم تحضر فيلم سينما عم يتشاركوا لغة إنسانية واحدة، وهذا اللي بيجمعنا اليوم كبشر. يعني ما في أجمل من الفن يكون هو الجامع ويكون هو الإنسان الشيء الإنساني اللي قادر يكسر كل الحواجز وكل الفروقات وكل الجدار الوهمي اللي بيبني الإنسان لأخيه الإنسان. نعم أكيد، لكن أستاذ اخبرنا كيف يمكن لأسلوب سينما المكفوفين اليوم أن يسهم في تغيير الوعي العام حيال احتياجات المكفوفين وضعاف البصر؟ يعني اليوم لما منبلش نقول إنه في أسبوع أفلام للمكفوفين ومنعمم هاي التجربة على باقي المناطق، إحنا كمان رح ننتقل للمسرح الوطني اللبناني في سور، يعني هذا الانتقال بين الجنوب والشمال مهم كمان إنه يكون في توازن ثقافي، بمعنى إنه نوصل الأسبوع فيلم المكفوفين لمختلف المناطق. ولكن يعني هذا بيفتح الدور اليوم لما وسائل الإعلام اللي اجت مثلا على الحدث قدروا المكفوفين يحكوا يعبروا انه نحن بحاجه نشوف افلام بالوصف الصوتي، فهي الدعوه يعني اليوم بالمطالبه شيء اساسي اليوم انه يشاركوا بالعمل الفني. ليش لا بكره نحن العمل على تاسيس فرقه مسرحيه بطرابلس، وهذا بطلب من المكفوفين انفسهم انه نحن بدنا نعمل فرقه مسرح، نحن بدنا نمثل، فما في احلى انه نحن بس نحقق لهم هذا الهدف. وهذا المسرح الوطني اللبناني كان بسور ولا بطرابلس، هذا مسرح مفتوح للناس، هذه مساحه حره، نحن الهدف منا انه تعزز هذا التلاقي وتعزز الفن يكون للجميع. يعني هاي النوع من إذا بدنا نقول نوصل الصوت ونذكر ونحكي، وهي بحاجة لتحسين القوانين وتحسين العمل بشكل يعني بتكاتف الكل بكل الوطن العربي والعالم، أن نكون نحن عم نشتغل وعم ناخد بعين الاعتبار لما بنعمل أفلام إلى علاقة بالمكفوفين. وحاليا عم نجهز لنعمل أسبوع أفلام الصم والبكم، وهذا رح يكون إن شاء الله بعد مهرجان طرابلس المسرحي. حصلنا على أفلام بالتعاون مع شركاء لنا بمصر، جمعيات تعنى بأنها تنتج أفلام من صناعة الأشخاص من الصم والبكم وأفلام بلغة الإشارة. طب هاي التجربة كمان قديش حتعزز أنه نوصل لجمهور أكبر. فاليوم صناع السينما هم يعني لما بيعملوا أفلام بتاخذ بعين الاعتبار هم حيربحوا لانهم حيوصلوا لجمهور اكبر. هذا صحيح، ويعني ومثل ما اشرت ممكن تاكد على انه فعلا السينما للجميع. بالتوفيق لكم وشكرا جزيلا ليك مؤسس المسرح الوطني اللبناني قاسم اسطنبولي، شكرا لك.